إلى فقرة جو رعد، واليوم راح نتعرف على تسريحة مستوحاة من حقبة الستينات والسبعينات. فقرتنا اليوم هي لوك غير المعتاد. إيفا عندها مناسبة وحابة تعمل لوك جديد ما عملته قبل هالمرة، وبنفس الوقت يكون مستوحى من الستينات والسبعينات. أول خطوة عملنا بقلب لون شعرها الأسود، لون شعرها أسود غامق مزرق، عملنا خصل موف على مزرقة. الخطوة الثانية ملسنا الشعر، والخطوة الثالثة عملنا الشميون. الشميون استوحيناه من الستينات، من عالم الأبيض والأسود، من عالم هيدا الأليجنت الجميل اللي كان فيه الجمال وكان فيه الشميون والوضوح، غير الموضة يلي هلأ نحن عم نشوفها. الموضة عادة اللي نحن بنعملها بهيدي السنة بال 2014-2013 الشنيو بيكون من وراء الشنيو، بينما إيفا الشنيو هو من قدام، وهيدا اللي كان يعملوا بالستينات والسبعينات. وهيك بكون قدمنا لكم لوك مستوحى من الماضي، وبنفس الوقت لإيفا الحاضر. لتعرفوا المزيد المزيد من أخبار عالم الموضة من جو رعد، ما تنسوا تبقوا معنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. إلى مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدين، اخترنا لكم من يوتيوب فيديو لمدير مدرسة في العلا يقبل رأس عامل نظافة ويلقبه بالأستاذ ويكرمه في حفل نهاية الفصل الدراسي. لنتابع. لهذا المدير على التعامل الإنساني. انتقالا إلى الأجواء الحماسية اللي أشعلت روتانا عام 2015 بدبي في ثلاث حفلات، كاميرا سيدتي سجلت الأجواء وعادت لنا بالتقرير التالي. بأغانيها القديمة والجديدة ودعت إليسا عام 2014 واستقبلت عام 2015 مع جمهورها. هابي نيو يير، وبعيد من خلال كل العالم العربي وكل اللي عم بيعيدوا اليوم. إليسا التي بدت فرحة على المسرح لم تمر ليلتها على خير، فوقعت وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. وعلى نفس المسرح ختم تامر حسني الحفل فقدم مجموعة مميزة من أغانيه. تامر شارك الجمهور أول ساعات 2015 ورقص وغنى معهم. في دبي أيضا أحيت هيفا وهبي ليلة رأس السنة، وقدمت مع فرقة استعراضية أغانيها أبرزها أغنية أوبا. نتمنى إن شاء الله
2015 تكون سنة حلوة على كل الناس يا رب. هيفا أسعدت الجمهور واستقبلت معهم العام الجديد على المسرح. وبعد هيفا أطل وائل كفوري على الجمهور وأمتعهم بأغانيه خاصة الجديدة منها. بتمنى لكم سنة خير يا رب على الجميع، وسلام وأمان وصحة، هذا أهم شيء. وائل لبى طلبات جمهوره وقبل أن يغادر حرص على التصوير معهم كما وعدهم في بداية الحفل. ثالث حفلات روتانا انطلقت مع نجوى كرم التي أمتعت الجمهور وغنت لهم جديدها على الصخرة. بكل سنة أكيد. نجوى كرم وكعادتها أشعلت المسرح مع فرقتها الموسيقية فأسعدت الجمهور. ختام الحفل كان مع ماجد المهندس الذي كعادته من سنوات استقبل العام الجديد مع روتانا في دبي. ماجد أمتع جمهوره بأغانيه ولم ينسى أن يرحب بالفنان قصي خولي الذي كان جالسا إلى جانب رئيس روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي. بهذا الفقرة مشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، موعدنا يتجدد غدا، إلى اللقاء.